عايزه اسالك بقى حاجه مهمه انت محاصر بالمعجبات في كل حته مم. الحمد لله <applause> جيهان ازاي بتتعامل مع الموضوع ده وعايزه اكد لو تفاكر كده اي موقف حصل مع معجبه موقف كوميدي موقف مش كوميدي كوميدي <applause> جيهان تتحمل يعني ب... ما عندهاش عداوه مع المعجبات لا بل بالعكس من اول يوم انا يعني اتجوزتها قلت لها دول هتحبيهم زي ما انا بحبهم مم. وزي ما هم بحبوني ودول سيكرت حفاظ علاقتنا مع بعض لانه مش هنوصل اليوم بتف... يعني تخيريني بينك وبينهم مم. فلازم يكونوا اصحابك وحبايبك زي ما هم اصحابي وحبايبي و... وده ملوش علاقه يعني مش هياثر على العلاقه الزوجيه ولا على وجود جهان في حياتي يعني مش هي... الحاجز ده حدش هيخترقه لكن الحاجه الكوميديه جهمت تتحمل كتير مره كنا قاعدين بنحضر فاكر كنا قاعدين في اجى على احضر مباراه كاس العالم النهائيه للفوتبول باحدى الفنادق كان كايند اوف برايفت وبعدين في واحدة جت واخترقت مش عارف دخلت بين السكيورتي وصلت لي كده ورميت نفسها علي فراحت جيهان لاول مره في حياتها ماسكاها كده ورميها لورا ففضلنا كل اللي قاعدين انه نشوف جيهان جيهان مختلفة عن اللي بنعرفه، لا والله العظيم أنا سعيد إنك عملتي برضه كده، لأنه كانت يعني تخطت حدودها كتير زيادة شوية لكن جيهان هي الحب زيادة الكبير كتير. زيادة كتير، زيادة أه جيهان هي الحب الكبير طبعًا هي الحب الكبير احنا <applause> بنوجه لها كل تحياتنا من هنا من مصر وهي عارفة إنه احنا كمان كمصريين بنحبها جدًا